ACCC أول مركز متخصص في الاكتشاف المبكر وعلاج أورام الثدي. بعد تزايد حالات الإصابة بأورام الثدي كان لازم يبقى في مصر مركز متخصص لعلاج أورام الثدي. BCC هو أول مركز متخصص في علاج أورام الثدي. الاكتشاف المبكر يصل بنسبة الشفاء إلى 100%. انفردنا بعلاج أكثر من 5000 حالة وحققنا أعلى نسب الشفاء. 16-8-12 أول خط ساخن لعلاج ومكافحة أورام الثدي. BCC عمر الوقت مكان متأخر.